يا صباح الفل على حضرتك. اهلا صباح الخير، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله بخير. تعالى نبتدي برؤيتك ومشاهدتك لمباراه مصر والراس الاخضر الاخير، كيف رايت هذا اللقاء؟ الحمد لله طبعا، يعني لازم نشكر الاول موزمبيق، يعني في مليون في المية. بالظبط، احنا ناخد لعبتهم بالحضن. عمل واجب الحقيقه غير متوقع وفي الثواني الاخيره. طبعا طبعا، يعني السيناريو اللي حصل في المباراتين في الجوله الثانيه وتاهل منتخب مصر بالشكل ده ما بيحصلش الا في السينما، يعني حتى في السينما. حضرتك طبعا ادرى منا في الكلام ده، بيحصل في السينما الهنديه فقط، يعني ده ما بيحصلش حتى لو عملته فيلم عربي هيقول لك يا عم ده يعني ده تعبان قوي، يعني تخيل لو حصل في السينما. يقول لك ايه المبالغه دي؟ يعني مش للدرجه دي، يعني تجيب الجون وتتاهل وبعدين يجي في الجون. ربك لما يريد بقى. سبحان الله، يعني وبعدين لما تلاقي منتخب غانا خلاص الموضوع منتهي، يعني منتخب غانا كسبان 2-0 الموضوع منتهي، مفيش اصلا الفرق، مفيش يعني مفيش مقارنه اساسا ما بين غانا وموزمبيق. وبعدين تلاقي الماتش الناس مفكرها 2-0، تلاقي حد يعني شفتها حتى على الفيس واحنا بنتفرج على ماتش مصر، افتكرت حد بيهرج والله، يعني ان الدقيقه 90 الماتش 2-0، الماتش يخلص 2-2 وبالشكل ده، والكره رايحه اصلا طالعه بره، يجي حارس غانا مطلعها مكمله كده بنفسه، فتيجي جون، سبحان الله. فالمشهد ده ما يحصلش الا في السينما، وتحديدا في السينما. عشان كده مش عارفين نفرح قوي بالتاهل على فكره. ما انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو احنا ايه صابرين على المنتخب ليه؟ لان احنا متعودين دايما الكره المصريه انديه ومنتخبات، ما يعني سيبك من دور المجموعات، حصلت كتير مع النادي الاهلي، حصلت مع نادي الزمالك، حصلت مع المنتخب قبل كده، يعني اخر البطوله الاخيره اللي هي 2021 كانت في الكاميرون، المنتخب خسر اول مباراه قدام نيجيريا 1-0، فاز بشق الانفس على غينيا بيساو 1-0، فاز بشق الانفس على السودان 1-0، وبعدين تعاملك في الادوار الاقصائيه حتى وصل المباراه النهائيه وخسرها بضربات الترجيح. بس على الاقل في مرحله دور المجموعات كان في فوزين اهو، وبعدين بغض النظر عن الفوزين كانوا يعني بشق الانفس وعلى منتخب ضعيف، كان ارحم من اللي احنا شفناه في اول ماتشين تحديدا في النسخه دي. ما انا عايز اقول لحضرتك يعني ايه دي سمه، هم خلاص، هو الكره المصريه عودتنا على كده، شفت الاهلي في دور الابطال اخر بطوله وقصه اطهر الطاهر والقصه اللي احنا المشهوره جدا، حتى نادي الزمالك على فكره اخر بطوله افريقيه خدها كانت 2019 اللي هي الكونفدراليه، في دور المجموعات كانت حاجه كان متعثر جدا، ده بدا بهزيمه قدام جورمايا 4-2، جورمايا كينيا، ثم تعادل على ارضه مع نصر حسين ضايق الجزائري 1-1، ثم تعادل على ارضه مع بيترو اتلتيكو الانجولي، بل بالعكس ده كان متاخر لولا هدف اوباما في الدقيقه 93، ومع ذلك رجع في الدور في يعني الدور الثاني من دور المجموعات وتاهل وكمل وفاز بالبطوله، نفس اللي عمله الاهلي البطوله الاخيره دور الابطال، نفسه اللي عمل المنتخب مصر البطوله الاخيره، فاحنا صابرين عليه عشان دي، يعني لو استمر مسلسل المهازل في الدور مش هينفع، اصل هو خلاص انت دخلت النهارده المنتخب طبعا ما خسرش، انت لازم بقى تكسب خلاص الموضوع طبعا. قصه التعادلات خسرت بقى خلاص، احنا منتظرين شخصيه البطل، شخصيه منتخب مصر اللي بتبان في الوقت بقى الصعب، وبتبان بقى في بعيد بقى عن التهريج. غايبه ليه الفتره اللي فاتت وتحديدا في اول ماتشين؟ الاستسهال، انا مع يعني هو في جزئين، الاستسهال وتشكيلات فيتوريا، يعني لان كلنا اتصدمنا بال باول مباراه طبعا قدام موزمبيق اللي ربنا رحمنا وقدرنا نتعادل، بصراحه ما كناش نستحق المباراه دي اصلا، ما نستحقش النقطه، لكن جت من عند ربنا عشان تكمل وتاهلنا في النهايه. التشكيلات الخاطئه زاد الاستسهال بقى، انا عارف مجموعه فيها موزمبيق وفيها الراس الاخضر وفيها غانا، ده ماتشنا مع غانا هكون تحدد بس مين الاول ومين الثاني، اصبحت هي مباراه فيصليه وطيرت يعني مهدت انها تطير منتخب غانا ومهدت ان انت تتاهل بالشكل اللي احنا شفناه الغريب جدا ده، فهي ده السبب ان حصل. اللاعب المصري عامه بيبقى عنده حاجه كده من جواه ان هو يعني هتيجي، طبعا هي ما جاتش بالشكل المطلوب يعني، لكن المهم هو ما تحقق هو التاهل، لكن احنا خلينا برضو نقول بكل امانه احنا لازم نعذر منتخبنا، البطوله كلها مفاجآت، يعني حد كان يتوقع يعني ماتشين مهمين جدا، ماتش موريتانيا امبارح مع الجزائر محدش كان يتوقع خالص ولا حتى الموريتانيين نفسهم ان هم مش بس يكسبوا، ده اول فوز لموريتانيا في التاريخ في كاس الامم الافريقيه مشاركتهم الثالثه، ومش بس يتاهلوا ده مش بس يكسبوا، ده يكسبوا ويتاهلوا كمان وعن جداره، يعني كانت مباراه رائعه جدا عملها المرابطون منتخب موريتانيا على حساب طبعا محارب الصحراء المنتخب الجزائري، حتى في نفس البطوله نبيبيا حققها اول فوز في تاريخها على حساب تونس في المجموعه الخامسه اللي هتلعب النهارده، وبرضه مش عارف ما حدش عارف اي حاجه ممكن تونس ومغرب هيلعبوا، هما الاثنين عندهم ماتشات بالظبط، تونس في المجموعه الخامسه والمغرب في المجموعه السادسه.